أزهر شام، علم شمس النور، صوت الحق الصارخ، نور يعلو نور. احنا هنبدأ اليوم موضوعنا إن شاء الله في موضوع الإنشاءات الهندسية بعنواننا مدام الدكتور الإنشاءات الهندسية. في موضوعنا زي ما قلت أنا مش هنقدر نغطي جميع الإنشاءات الهندسية اللي بتناولوها سواء المهندسين أو المدرسين في المدارس. احنا هناخد عينة جزء وهناخد 6 إنشاءات هندسية. هذه الإنشاءات الهندسية 6 هنكتبها عشان نتذكرها بس. أول إنشاء تنصيف زاوية معلومة. عندي زاوية معلومة وبدي أعملها شعاع إيه؟ ينصف الزاوية. ثاني إنشاء رسم زاوية تطابق زاوية معلومة. إيش قلنا تطابق؟ سويها في إيه؟ 3. إنشاء أو إقامة عمود على مستقيم معلوم من نقطة تنتمي لهذا المستقيم. 4. إنشاء أو إسقاط، هي نقول هنا إسقاط عمود على مستقيم معلوم من نقطة لا تنتمي لهذا المستقيم. 5. تنصيف قطعة مستقيم. 6. رسم مستقيم يوازي مستقيم معلوم من نقطة خارج المستقيم. هذه 6 إنشاءات اللي هنتناولها في هذا الأسبوع، وحنتناول كل يوم كل ساعة إنشاءين إنشاء عشان يكون معانا حرية في التعامل مع هذه الإنشاءات. قلت أنا كمتطلب أساسي إن لجميع الإنشاءات أول إنشاء المفروض إنه نتعامل فيه، لأنه هذا الدروس المعطاة للتلاميذ في المرحلة الابتدائية. بس كله لا يغني إنه نقدر نخلي الطالب يرسم مثلث بمعلومية أضلاعه، وخاصة المثلث المتساوي الأضلاع. يعني هو لو أعطاني وقال لي ارسم لي مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه 5 سنتي مثلا. مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه 5 سنتي. بروح برسم له قطعة مستقيمة. طبعا هنا لازم قطعة، لأن الطول لمين قلنا احنا؟ الطول للخط المستقيم ولا للشعاع ولا لمين؟ الطول بس للقطعة المستقيمة. يبقى هرسم قطعة مستقيمة طولها 5 سنتي. ولتكن ألف ب إلها بداية وإلها نهاية. الآن عشان أرسم المثلث بمعلومية هذه القطعة اللي انعرفت إنه طولها 5 سنتي، بأجي بالفرجار. كنا بنعرف الفرجار ولا لا؟ وبفتح فتحة تساوي 5 سنتي اللي هو الطول تبع مين؟ القطعة المستقيمة. ممكن لو أنا عشان يطلع متساوي الساقين تماما لو عندي خطأ كان في القياس، لا انت اعمل هنا باستخدام مين؟ الفرجار. خدي نفس الطول بالفرجار واعملي لنا قوس فوق
وبنفس الفتحة من الجهة الثانية بعمل كمان إيه؟ قديش الحين طول القوس؟ 5 سم. يبقى صار عندي أنا ضلعين طولهم كمان 5 إيه؟ حوصل بين الأضلاع هذه أو النقطة مع ألف والنقطة مع ب. ولتكن نقطة جيم. يبقى الحين أنا رسمت مثلث ماله، هذه أنا بعتبرها متطلب أساسي كيف نستخدم المسطرة والفرجار. يعني متعود كلنا نعرف نستخدم المسطرة والفرجار، صعب الكلام هذا استخدامه. نبدأ في موضوعنا اليوم وهو تنصيف زاوية أو رسم شعاع ينصف زاوية معلومة. يعني أنا إيش عند المعطى صار؟ ما هي المعطيات صارت؟ بقول أنا بدي أنصف زاوية معلومة أو أرسم شعاع ينصف زاوية معلومة، إيش المعطى اللي عندي؟ بيكون عندنا اللي هو زاوية معلومة عشان المعطى نصفها. عندي أنا فقط زاوية إيه؟ معلومة. يبقى أنا حأرسم أي زاوية معلومة. لكن إذا بعيد هنا خلينا نقرب نعملها هنا الزاوية، ممكن نعملها هنا، بلاش نبعد بعيد عنه. يبقى أنا هو بكون معطيني في الأول في السؤال إيش؟ زاوية معلومة بغض النظر منفرجة حادة قائمة أي زاوية، أي زاوية معلومة. وإيش بنعرف الزاوية إحنا؟ ما هي الزاوية؟ أعطيني لحظة أعرف للزاوية، أعطي لها. هي عبارة عن اتحاد شعاعين لهما نفس الطول القيام في نقطة واحدة. البداية. يعني لو ب نقطة بداية وب ألف شعاع وب جيم يلتقيان في نقطة مين؟ يبقى هذه اللي بسميها زاوية ألف ب ج أو جيم أو زاوية ب. يعني الزاوية تقرأ بثلاث أشكال، إما من الشعاع الأول والوسط والشعاع الثاني، أو الشعاع الثاني والوسط والشعاع الأول، أو اللي بنسميها إيش النقطة هذه ب رأس الزاوية. رأس يعني مين رأس الزاوية؟ ب. ب ألف إيش بسميه؟ ضلع من الزاوية. ب جيم يبقى الزاوية إلها ضلعين اللي هم مين الضلعين؟ الشعاعين. الشعاعين هم إيه؟ الضلعين. والب هذه هي رأس إيه؟ الزاوية. فممكن أقرأ الزاوية بثلاث أشكال من القراءة. الآن مطلوب مني أنصف له هذه الزاوية بإيه؟ بشعاع. بدنا نصف له الزاوية بإيش؟ بشعاع. سكر الباب وراك بسرعة يلا. بدنا نصفها بشعاع. ماذا نعني إنه شعاع نصف زاوية؟ يعني إيش؟ اعتبر عملنا الشعاع، إيش استفد يعني؟ إيش عمل فيه؟ إيش عمل الشعاع في الزاوية في الحالة هذه؟ بالمايك سكري لها الباب هذا. مالهم متساويين في ايش قلنا؟ في القياس. يبقى الشعاع هذا مفروض يقسم لي الزاوية الى زاويتين متساويتين في القياس. طيب تشتغلوا معنا العملي مع بعض، كل واحدة رسمت الزاوية عندها، اي زاوية منفرجة قائمة حادة زي ما بتاع، كل واحدة رسمت زاوية وعرفت رأس الزاوية مين. الان افتحي للفرجار أي فتحة مناسبة بنسميها. وماذا نعني دائما بنذكر كثير وبنكرر فتحة مناسبة؟ يعني الفتحة هذه ما تبعدش عن الشعاعين، تطلع لي برا، واضح؟ وما تكونش صفر يعني لدرجة أن أنا مش شايفها. يعني فتحة مناسبة تكون بين مين؟ بين الشعاعين، تكون بين الشعاعين.
كل واحدة فتحت فرجارها، حنركز رأس الفرجار أو سن الفرجار في النقطة ب اللي هي رأس الزاوية. يبقى ركزناها في رأس إيه؟ الزاوية. واضح؟ بنبدأ نعمل قوس يقطع الضلعين أو الشعاعين في كم نقطة؟ في نقطتين. الشعاع الأول انقطع في نقطة ولتكن نقطة دال، الشعاع الثاني انقطع في نقطة ولتكن نقطة ها. يبقى أنا عندي هالنقطة وهالنقطة، يبقى نقطة دال من وين نشأت؟ من تقاطع القوس مع مين؟ مع ب ألف. ها نشأت من مين؟ الآن بقول لي إما بنفس الفتحة، مش راضي تغلب حالك، نفس الفتحة هي تضلها، أو حتى ممكن بفتحة أخرى مناسبة. إحنا بنضلنا بنفسه عشان أريح، مش كل شوية افتح وسع بالفرجار وضيق، لا. يبقى إحنا فتحنا فرجارنا هي نفس الفتحة هي. حركز المرة دي في مين؟ مش في باء، المرة دي في دال، لأنه أنا دائما بتابع في الإنشاءات آخر خطوة وصلت إلى تكون هي خطوة البداية في المرحلة مين؟ التالي. يبقى أنا هنا عندي دال أو ها، فبأخذ من واحدة منهم وبعمل قوس ثاني. وين القوس بيجي؟ داخل مين؟ الزاوية. عشان يكون مناسب لازم يكون وين؟ داخل، ما يكونش برا الزاوية. هل أغير الفتحة؟ قال لا، نفس الفتحة. هركز وين الدور؟ على ها، واعمل كمان قوس. ايش بيسوي القوس الثاني؟ حيقطع القوس الاول في وين؟ في نقطه، ولتكن نقطه واو. حوصل ب واو ب هذا شعاع ب واو. شو صفته الشعاع هذا ب واو؟ ايش صفته؟ بالمايك، المايك عندك ماشي. شو صفة الشعاع هذا؟ بس بدنا صورة، اعطينا اي واحدة، اعطينا. ايش كل واحد يلعب فيه؟ نصف الزاوية الى زاويتين متساويتين في القياس اللي هما الف باء. يبقى اللي طلع عند الناتج هنا قياس مين؟ ألف باء واو. قياس مين؟ هيك بدك تكملي لي. ألف باء واو. واو. واو باء جيم. وواو باء جيم. هذول الزاويتين مالهم؟ متساويتين في القياس. وبهيك بنقول احنا أي زاوية أعطاني إياها، سواء عارف قديش قياسها ولا مش عارف قديش قياسها، بقدر أنصفها منصف ولا لا؟ واضح كيف؟ واضح؟ يعني لو هذه الزاوية كانت 70 درجة، هذا حتكون كام؟ وهذه هذا حيلزمني في موضوع ثاني حنأخذ تطبيقات بين التنصيف وإنشاء العمود. يعني ممكن يطلب مني مرات زوايا مش 90، يطلب مني مثلا بدي 120 درجة. طب ما هي 120 درجة مكونة من 90 وكمان 30. 90 قائمة معروف عمود، بس قطعها عن طريق مين؟ عمود. لكن 30 بدي أشوف له أنا زاوية، وبديش أستخدم المنقلة، بدي أعمله 120 درجة بدون منقلة. مين زاوية 30 بجيبها؟ قال لي انت لما تعلمت قبل شوية المثلث المتساوي سوي ايش انا؟ كل زاوية قديش؟ طب هذه لو نصفناها يبقى بنشأ لي زاوية 30 ولا بنشأش؟ يبقى لو انا عملت جنبه كمان عمود 90 درجة واخدت زاوية من التنتين بنصفات بصير 120. كل واحدة بتقدر تنصف زاوية معدومة، كل واحدة بتقدر تنصفها. نشوف الإنشاء الثاني. الإنشاء الثاني بتكلم عن رسم زاوية مطابقة لزاوية إيه؟ معلوم. يعني إيش موجود عندنا؟ واحدة تقولنا يلا مين مع المايك؟ إلى واحدة ثانية.
بقول أنا دائماً ما نفهم ماذا نعني بإنشائنا الهندسي، وما هو المعطى فيه، وما هو المطلوب منه. عندنا بيكون هو كمان هنا معلوم زاوية معلومة، هو معطيني الزاوية محكومة، تمام؟ إيش طالب مني؟ نرسم زاوية بمساوية، مساوية إلها في إيه؟ في القياس. في القياس. أنا حمسح هذا. وحأرسم زاوية في الجهة أو خليها ونودي هناك واحدة تانية. هاي زاوية، طبعا أي زاوية، أي زاوية، ولتكن الزاوية صاد سين وهي عين. الزاوية سين صاد، وقال لي ارسم لي هنا في المنطقة هذه أو عاد أفترق، ممكن يكون هنا وممكن أروح على منطقة تانية، مش شرط جنبها. ارسم لي في منطقة تانية هنا زاوية تساوي تماما قياس الزاوية سين صاد عين. أنا مش عارف قديش قياسها، مش مقيسها، أنا مش عارف قياسها ولا بدي أعرف قياسها. مش مطلوب مني أعرف هذه كم درجة، ما هو بنقيسها ما بنجيب منقلة وبنقيسها، لكن مش مطلوب مني أن أقيس هذه الزاوية. مطلوب مني أرسم له زاوية تانية في جهة تانية أو في مكان تاني بحيث أنه تساوي هذه الزاوية تماماً في القياس. واضح؟ قال لي هنا من نقطة باء السؤال بده يكون كأنه إيش بقول لي؟ من نقطة باء ارسم زاوية رأسها باء وتساوي في القياس زاوية سين صاد. قال لي هاي نقطة هنا واعمل لي منها زاوية بتساوي سين صاد. واضح؟ واضح ايش الفكره هنا بتكون؟ بنقول له اول خطوه من خطواتنا اعمل اي شعاع من باء، اي شعاع وليكن باء الف. رسمت شعاع عادي، رسمت شعاع ايش؟ عادي، انه في زاويه بدون شعاعين. الشعاع الأول لازم واحد أحدد لنا إياه، ولا بنعمل إحنا أي خط دايما؟ أي خط. المشكلة بتكون في مين؟ في الشعاع الثاني، يا بخليها زاوية حادة، يا بخليها قائمة، يا بخليها منفرجة، إنما الشعاع الأول هذا ثابت. مين اللي بغير قياس الزاوية؟ الثاني. فلذلك هذا الشعاع باء ألف أي واحد بيرسمه مش في مشكلة، مش عندنا في إيه مشكلة. المشكلة في الشعاع مين؟ الثاني، هو اللي هيحدد قياس الزاوية. يبقى أول خطوة عندنا حددنا نقطة ب ورسمنا منها شعاع ب. واضحة الخطوة هذه؟ ننتقل للزاوية المعلومة. الزاوية المعلومة، انتوا شغالين معي ولا لا؟ ننتقل للزاوية المعلومة برضو بفتحة ايه؟ مناسبة. قلنا كمان ايش مناسبة؟ كونش ايه؟ خارج الزاوية. وبركز وين قلنا؟ في رأس الزاوية وبعمل قوس. واضح القوس؟ قطع الزاوية في ايه؟ في نقطتين، كل ضلع في نقطة، هاي لام وهي ميم. لسه انا فتح الفرجار ما تغير، ايش ديروا بالك؟ فتحة هي ماسك فرجاري وثابت فرجاري. بروح على نقطة مين؟ باء، وبركز رأس فرجاري وين؟ في باء. واضح؟ وبعمل قوس يقطع الشعاع باء ألف في نقطة ولتكن نقطة جيم. يبقى رسمنا بنفس الفتحة قوس من باء وقطع الشعاع باء ألف في جيم. كل شايف ايش عملنا؟ واضح؟ الآن برجع للزاوية المعطاة، الزاوية المعطاة، وبفتح فرجاري فتحة تساوي المسافة به لام ميم. مسافة لام، المسافة مش القوس، القوس طويل،
المسافة من هان لعند مين قديش بفتح فنجان؟ يعني لو أنا عملت من هان وتر في دائرة قديش بقديش طوله؟ طبعا أنا مش لازمني قديش طوله سنتيات، أنا بلزمني بس أخذ قياسه طوله بالفنجان. يبقى فتحة الفنجان الآن هذا تساوي مين؟ تساوي القطعة المستقيمة لام مين؟ تساوي لام، وبروح أنا بأركز الفنجار هان وبعمل قوس. الخطأ هنا إنه القوس الأول ما كانش ممدود، هل في تقاطع؟ يبقى أرجع كمان مرة وأمد القوس تبعي، مد القوس الأولاني لازم أمده بحيث إنه إيه يتقاطع. خلي بالك القوس الأولاني نفسه بدنا إياه إيش يتقاطع. تمام، صار تقاطع ولا ما صارش؟ يبقى اللي بدي اياه من كل واحده منكم تمد الجوز دائما هذا بحيث انه هي صار معنا هيك وما تقاطعش. يبقى دائما خلينا نمد الجوز بشكل ايه اكبر عشان يكون تقاطع. بعد ما تقاطع نشات نقطه جديده ولا لا؟ ولتكن نقطه دال. قال لي تعال وصل لي ب دال، وصل لي بها دال. وصلت بها دال. قال لي بها دال الحين يكون زاوية، ما كانش زاوية في الأول، صار زاوية ولا لا؟ اللي هي اسمها ألف با دال أو جيم با دال. هذه الزاوية لو جبنا منقلتنا وحطيناها على الزاوية سين صاد عين وحطيناها على الزاوية جيم با دال حلاقيهم زاويتين متطابقتين، يعني زاويتين متساويتين في ايه؟ في القياس. وبكون انا هنا صنعت له زاوية مساوية تماما في قياسها للزاوية سين صاد عين، تماما مساوية للزاوية سين صاد عين. واضحة الزاويتين فيه؟ لو انت عملتيها عندك ومعاكي منقلة حاولي تستخدم المنقلة الان في ايش المنقلة بنستخدمها؟ في التحقيق مش للرسم، لا للتحقق انه انا رسمي صح ولا لا. يبقى بالمنقلة الحين تحققي لي من الزاوية اللي رسمتيها هل تساوي الزاوية س ص ع ولا لا، وتحققي لي فيها في الزاوية الاولى هل الشعاع المنصف قسمها لزاويتين متساويتين ولا لا. يلا كل واحد حقق لحاله بالمنقلة، تحقق بالمنقلة وشوف انه قياس زاويتين متساويتين ولا لا عندك. اذا رسمك صح حيكون الزاويتين ايش؟ متساويتين. اذا رسمنا صح طيب، هذا ما يتعلق بالزوايا، هذا ما يتعلق. وبنقدر نعرف إذا كان أنا عندي زاوية بقدر أعملها زاوية تساويها تماما في القياس. الآن شو بنستفيد من الكلام هذا في حياتنا العملية؟ هي عملت نصفت زاوية وهي عملت زاوية بتساوي زاوية، إيش بتستفيد في الحياة العملية في البناء في غيره؟ يعني بدي واحد تفكر لي ايش استفيد من زوايا متساوية في البناء في الانشاءات؟ ايش تستفيد من تنصيف زاوية في الانشاءات؟ ايش تستفيد منه؟ اعطيها المايك. الأبنية ما تكونش عوجة، تكون مستقيمة متساوية في الزوايا، علشان لما يكون في بناء طوابق تكون كلها متساوية، فيش مثلا واحد أكبر من الثاني. نعم، غيرها إيش بنستفيد من الزوايا؟ مش كل واحد بيسكر،
الغرفة، لقيت المهندس لما بده يجي يصمم غرفة مطابقة لغيرها فلازم يعرف قياس الأولى عشان يعمل الثانية يظبط عليها، يعني عشان يكون الغرف في بينها تشابه في الزوايا، بنسميه سيمتريك. يعني بتلاقي العمارة أو الفيلا جهتين، الجهة اليمنى تشابه والطابق مين؟ الجهة اليسرى. الجهة اليسرى لو قسمنا طبقناهم على بعض بيجوا تماما. يعني لو أنا في عندي بلكونة بزاوية 70 درجة على اليمين، بدي يكون بلكونة تانية بزاوية 70 درجة وين؟ على الشمال. بالحالة هذه رسمت أنا زاويتين إيش؟ متطابقتين. هل لقيت كمان المصمم، هل لقيت اللي بدي يجي يصمم حديقة للمنزل فبدي يعرف إنه الزاوية هذه بيقابلها الزاوية الثانية وبيطلع شكل متناسب و... يعني يعمل زوايا متساوية. ممكن يعمل في الجناين في يعني يعمل هنا في الجناين في عنده زوايا وهنا زوايا مطابقة إلها تماما عشان يكون المنظر في نوع من الذوق الجمالي والذوق الجميل. إيش كمان ممكن نستخدم؟ تنصيب الزاوية تبعين الجبس، وهدول ما بيستخدموش تنصيب زوايا عندنا، استخدموا تنصيب زوايا. ايش بتقولي؟ اعطيها نوفر وقت والجهد بدل ما نعيد الحسابات من اول وجديد. ممكن نستخدم هذا المبدا على طول، يعني نعمل التنزاوي بتسوي هذه الزاويه. يعني هيك نوفر وقت والجهد، توفير الوقت ممكن. بدنا نفكر حاجه كمان تاني في الشغل في الحاله. اعطيها تنصيف الزوايا ممكن تكون مهمة كمان في الأبنية، تخطيط الأبنية والشوارع. لما يخطط شارع مثلا بده يوزع الأبنية الموجودة فيها، لازم يكون فيها زوايا عشان بين البيت والبيت الثاني. ولما ينصف إنه يكون البيوت متشابهة والشوارع كلها متشابهة، لازم يستخدم تنصيف الزوايا إنه تكون شوارع مرتبة. نعم، يبقى ممكن كتير بحياتنا العملية نوظف الزوايا المتساوية أو تنصيف الزوايا في حياتنا. طيب ايضا هذين الانشائين ممكن استخدمهم انا في الانشاء السادس. في الانشاء اللي هو ايش الانشاء السادس عندي؟ رسم. واحد يقول ايش الانشاء السادس؟ يلا اقرا لي اياه. وهنا اللي انا بدي اياه إنه نستذكر مع بعض صفات المستقيمات المتوازية وما علاقتها بالزوايا. أنا عمال بقول بدي أوظف الزوايا هذه المتساوية والمتطابقة في مين؟ في صنع مستقيمات متوازية. طب إحنا مش أخذنا علاقة المستقيمات المتوازية مع الزوايا ولا ما أخذناش؟ إيش أخذنا من العلاقات اللي أخذناها بين الزوايا؟ ما علاقة الزوايا بينها وبعض الناشئة عن التوازي للمستقيمات؟ خدنا أزواج من الزوايا، مظبوط؟ في زوايا متطابقة متساوية وفي زوايا متكاملة، مظبوط ولا لا؟ بدي واحد تقول لي هذه الأزواج اللي قلنا عنها. إيش الأزواج الزوايا اللي خدناها؟ حاضر أعطيها. يلا المح المايك. الزوايا المتبادلة وهذه بتكون إيش؟ متساوية في القياس. الزوايا المتناظرة، الزوايا المتجاورة أيضا إيش بتكون متساوية في إيش؟ في القياس. الزوايا الإيه؟ مش المتجاورة، سميناها اسم المتحالفة. المتحالفة وهذه متكاملة. يبقى الآن أنا بدي أستفيد من الزوايا المتساوية، وهنا المتساوية في القياس قلنا عنهم نوعين، إما متبادلة وإما متناظرة. بدنا نستفيد من المتناظرة في اني اصنع مستقيمات ايش؟ متوازيه. لانه احنا ايش كنا نقول؟ اذا كان عندي مستقيمين متوازيين وقطعهم قاطع ثالث فان الزاويتين المتناظرتين مالهم؟ متساويتين في القياس. طب الان لو انا عكست الكلام وقلت لو انا عندي زاويتين منظرهم متناظرتين ومتساويتين في القياس، يبقى لازم يكون في عندي مستقيمات مالها؟ متوازيه. يبقى لازم يكون عندي مستقيمات ايش؟ عشان ابرن على توازي المستقيمات ممكن ابرن عنه بطريقه عكسيه للدروس الماضيه، باني انا مش بده يكون عندي في البدايه متوازيات واستنتج منهم زوايا متساويه، لا
الحين في زوايا متساوية ومتناظرة، يبقى لازم يكون في الأصل المستقيمات ما لا متوازية، وهذه اللي هنستفيد منها في الإنشاء رقم 6. معانا وقت نعمله اليوم؟ ممكن نعمله. إذا معانا وقت ممكن نعمله، لأنه انتبه معي كويس. طيب هذا الإنشاء بده كل واحد يعمله في البيت، تستفيد من الزوايا المتناظرة، اكتبيه عندك واجب. نشاط في البيت، النشاط توظيف الزوايا المتناظرة المتطابقة. يعني ايش متطابقة؟ تكون متساوية في ايه؟ لبرهان وجود مستقيمات متوازية. وهذا حناخده قلنا انشاء رقم كام؟ يعني انا ممكن اخذ انشاء رقم 6 قبل 3، مش مشكلة، احنا مش ماشيين احنا فيهم بالتسلسل. في ترابط بين تنصيف الزاوية ورسم الزاوية ولا لا؟ في ترابط بين رسم الزاوية ورسم المستقيم الموازي. حاجة تانية، طبعا حضر، يبقى الجلسة الجاية يكون المستقيمات المتوازية، تمام؟ وحنأخذ معها إنشاء اللي هو تنصيف القطعة المستقيمة، ونخلي لحالهم الأعمدة سواء من نقطة تنتمي أو نقطة لا تنتمي لمحاضرة خاصة. إنما الآن بالنسبة لموضوع الاختبار على التوازي، خليكم معانا شوي بقى. الاختبار على التوازي، هذا الاختبار مددناه أكثر من مرة، وأخذ معاك من يوم الأربع لليوم الساعة 8 صباحا. على الرغم من هيك، في أيضا مجموعة من الطالبات ما دخلتش تحل الاختبار. موضوع الكهرباء مش حجة، موضوع النت مش حجة، موضوع الدفع مش حجة. روحي للقبول والتسجيل وقولوا احنا بس بدي انا ادخل على الموديل. خلوهم الناس تكلم معهم وقولوا بدي ادخل على الموديل، فهذا ما لقيش حجة فيه. حاجة تانية يا بنات، انتبه كويس، بقول انتبه كويس، اللي بدي اياه ايضا كنشاط 2، الاسئله اللي الحين انا سالتها على مدى الاستفاده من انشاء زاويه تساوي زاويه وتنصيف زاويه في حياتنا العمليه. يعني انا اليوم انت فكرت بخلال نص دقيقه او دقيقه، بدي انا تفكري بوقت اكثر. ما تقوليش انه ما لحقتش افكر، فكري بوقت اكثر وشوفي قديش احنا بنقدر نستفيد عمليا في حياتنا في البيت في الشارع من هذه التطبيقات الهندسية، وجيبي لي اياها مكتوبة برضو على ورقة اشوف انا ايش تفكيرك كان. يعني هذا بنسميه التفكير التأملي، تفكير تأملي. السؤال بدنا مدى استفادتنا من التطبيقات الهندسية اللي درسناها في حياتنا العملية، في حياتنا العملية. موضوع الاختبار بدي اشوف انا كيف نعمل معاه، اذا بنقدر نمدد او لا مع الفن الموجود. انما بدو تسعوا كويس انتو انكم تعملوا التسجيل تبعكم في هذا الاختبار. ان شاء الله عندنا المرة الجاية عرفنا ايش موضوعنا، ايش حيكون؟ وتنصيف قطعة مستقيمة. شكرا يا مرحبا.